بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام والأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. وبعد، سورة النور سورة مدنية اتفاقا، وهي استفتحت بالخبر سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات. ولذلك جاء في كتب التفسير كما عند الدر المنثور والطبري والقرطبي وغيرهم، كان السلف يقولون علموها نساءكم، يعني سورة النور تسمى سورة العفاف وسورة العفة، فقالوا اقرؤوها على نسائكم في البيت، هذه السورة تقرأ على النساء في البيوت ليقفوا على ما فيها من الأحكام والآيات العظيمة. ولذلك في مستفتح هذه السورة كان هذا الذي سمعنا في هذه التلاوة: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. المراتب في الكلام الذي يقال على غير حقيقته الكذب، البهتان، الإفك. الكذب هو ذكر شيء على غير حقيقته، والله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وجاء في الحديث وفيه ما قال: أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم، صلى الله عليه وسلم. قال: أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم، ممكن يكون جبان، ممكن يكون عنده بخل. أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا. وقلنا الحديث فيه ما قال: وخذ منه ما هو أصح منه في قصة كعب بن مالك عند مسلم في قوله تعالى في سورة التوبة: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. من هم الثلاثة هؤلاء؟ تجمعهم في كلمة مكة: ميم مرار بن الربيع، كاف كعب بن مالك، والهاء هلال بن أمية. هذول هم الثلاثة من الصحابة، وكان أشبهم كعبا رضي الله عنه وأرضاه. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نزلت توبته بعد 50 يوما من المقاطعة، يقول: والله يا رسول الله ما أنجاني إلا الصدق. لأنه جاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، يعني كل واحد جاب عذر إلا هو. قال: وما خلفك يا كعب؟ قال: والله يا رسول الله ما ملكت راحلتين مثلما ملكتهما في تلك الغزوة، لكن خلاص قدر الله ما شاء فعل. قال: أما هذا فصدق، روح حتى يحكم الله إيش فيك. قال: ولو كنت عند غيرك من ملوك الدنيا لخرجت منه، فإني امرؤ أوتيت جدلا. رجل شاعر أديب يقدر يبهلل زي ما الناس بتبهلل الآن ويكذب. طيب أنت كذبت على البشر للبشر، أتكذب على رب البشر؟ ولذلك شيخنا الشيخ محمد المختار ما زالت كلمته ترن في أذن فقيه المدينة واعظها عضو هيئة كبار العلماء، يقول: جئت يوما لأبي وأنا شاب صغير، فقلت: يا أبي كذا وكذا وكذا. قال: يا بني إن الله لا يخادع، إن الله عليم بذات الصدور. خلك صادق، لا تكذب. كذبت في الدنيا ثم وضعت في ذلك القبر، ما انتفعت بذلك الكذب أخي المبارك. بل يقولون في بعض الأمثال في بعض البلدان: حبال الكذب إيش؟ ها؟ حبال الكذب قصيرة قصيرة. نعم، حتكذب مرة اثنين ثلاثة وبعدين. وعيب عليك أن تمشي على الأرض ثم يشار لك بالبنان: فلان إيش؟ فلان الكذاب. ثلمة. ولذلك العرب ما كانوا يكذبون وهم على ما هم فيه من الكفر، حتى لا يقال عنه أن فلان هذا في صفة إيش؟ فيه صفة الكذب، من باب أولى المسلم الذي يقرأ القرآن. فيأتي بعد الكذب البهتان. وما هو البهتان أخي المبارك؟ قال صلى الله عليه وسلم: الغيبة
ذكرك أخاك بما يكره. فقال سائل: يا رسول الله، إن كان فيه ما أقول؟ قال: فقد اغتبته. تكلم في ظهره اغتبته. قال: وإن لم يكن ما فيه ما أقول؟ قال: فقد بهته. عرفنا البهتان الآن. أعلى منه الكذب. ما هو الكذب؟ أن الإفك آسف، أن يختلق الكذبة ثم يصدقها ثم يبثها وينشرها، مثل اللي بيسووه الآن في الواتساب، الواتس اللئيم هذا، لا لأب ولا لأم، هذا كل هذا إفك، وفوق مرتبة الكذب والبهتان. كل يوم إشاعة 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 إشاعة، هذا يسمى الإفك. ولذلك ربنا ما قال إن الذين جاءوا بالكذب، قالوا إن الذين جاءوا بالإيش؟ بالإفك. لأن الموضوع أصلا مختلق، الموضوع غير موجود أصلا، لا جملة ولا تفصيلة، هم اختلقوه وألفوه ونشروه وجعلوا له من يقوم بنشره، لينالوا من من؟ لينالوا من الحميراء المبرأة من فوق السبع السماء رضي الله عنها وأرضاها. كان هذا مسروق بن الأجدع، مسروق بن عبد الرحمن، إذا يروي حديث عن عائشة يقول: أخبرتني عائشة المبرأة من فوق سبع سماوات حبيبة حبيب الله. وبعدين يذكر الحديث وهو يبكي رضي الله عنه وأرضاه، رحمه، من كبار التابعين مسروق ابن الأجدع. قال له عمر الأجدع الشيطان: أنت مسروق ابن عبد الرحمن. هذه عائشة التي روت عن النبي عليه الصلاة والسلام 2210 أحاديث رضي الله عنها وأرضاها، أفقه نسائه صلى الله عليه وسلم. ما ظنك بامرأة تربت 9 سنين في بيت الصديق و9 سنين في بيت من؟ الخليل عليه الصلاة والسلام. أهذه تفعل الفاحشة رضي الله عنها وأرضاها؟ ولذلك الصحابي كان يقول لزوجته: لو كنت مكانها أتفعلين؟ قالت: كلا. قال: لعائشة خير منك. إذا أنت تقولي ما أسويها، يبقى عائشة إيش؟ خير منك وأفضل منك، ولمكن أن تسويها رضي الله عنها وأرضاها. ولذلك أي إنسان يقول شيخ الإسلام ابن تيمية مجموع الفتاوى يقول: وإن الذي يرمي عائشة بالزنا حاشاها وعافاها وكفاها وأواه فذلك كافر زنديق خارج من الملة، لأنه مكذب بإيش؟ بإيش؟ مكذب بالقرآن. المسألة عظيمة، لا تسمح لنفسك أبدا أن يأتيك مجرد الشك في براءتها رضي الله عنها وأرضاها. وقد بلغ الميسم مكانه. فهذا الذي حدث بعد غزوة بني المصطلق 5 وهم قافلون راجعون، فعائشة رضي الله عنها وأرضاها نامت، كانت في قضاء حاجة لها ثم رجعت فلم تجدهم فنامت. قالت: الآن يفتقدون وإيش؟ ويرجعون إلي. قالت: ولم يكن اللحم قد أخذ بي، يعني قالت لسه كنا احنا إيش؟ كانت نحيفة. فلذلك لما رفعوا هودجها لم ينكرونها، على طول البعير قام معاهم، وهي كانت نحيفة بعد رضي الله عنها وأرضاه. ومضى الجيش، مضى، وقال: وجلست مكاني وجمعت علي حجابي ولا يرى منها شيء رضي الله عنه وارضاه. قال: فما استيقظت إلا على استرجاعه. مين؟ صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه وارضاه. فلما رأني قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: وأنا أخذ البعير وابتعد لحد ما إيش؟ ركب. إذا ما تبدت لي جارتي تواريت عنها حتى يواري جارتي مأواها. قالوا: عنتر الكلام هذا. وقال النابغة: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد. شوف كيف المرأة الحصان الرزان، حصان الرزان لا تزن بريبة وتصبح غرثة من لحوم الغوافل. لامية حسان بن ثابت يمدح فيها مين؟ عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لأن هو كان من الناس اللي هم تكلموا فيها رضي الله عنها وأرضاها. 4 كانوا منهم سنذكرهم. فالشاهد أيها الفضلاء، قال: ومضى بي حتى لحقت بيش بالركب. فقال أبي بن سلول والذي تولى
كبره. مين اللي تولى كبره؟ عبد الله بن أبي بن سلول كبير المنافقين. إن هذا حاسد النبي عليه الصلاة والسلام، كان الصحابة من الأنصار يقولون يا رسول الله اعفو عنه، فإنا كنا نغزل له التاج نملكه علينا وانت جيت. فهو الآن شايل فين؟ في نفسه، إن كيف هذا مسك مكاني، مسك السيادة كلها، وأصبح يؤتمر بأمره وينتهى بنهيه، ما يلقي النخامة حتى يأخذونها يدلكون بها عيش وجوههم. والنبي كان يتلطف معه. مر النبي يوما وهو يركب على أتان على حماره عفير رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام، فحدث غبار، فقال ابعد عنا بغبارك هذا. فقام أحد الأنصار قال أسكت، هذا رسول الله ولا شلت عنقه؟ النبي قال لا 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 دعوها، خلوها ومشى. كان يتألف، ما يبغى النبي عليه الصلاة والسلام تثار نعرات في وجوده صلى الله عليه وسلم، وأرسلك إلى رحمة للعالمين. مر النبي عليه الصلاة والسلام، دخلوا المدينة، فماذا قال؟ قال والله ما نجت هذه من هذا، ولا نجا هذا من هذه. إيش معنى الكلمة هذه؟ أعوذ بالله، إيش معنى هالكلمة؟ نسأل الله السلامة والعافية. تقول في مين؟ في صحابي جليل وفي أم المؤمنين رضي الله عنه وارضاه. النبي يقول عليه الصلاة والسلام ما نزل جبريل بالقرآن وأنا في حجر امرأة من نساء إلا وأنا في حجر من؟ عائشة رضي الله عنها وارضاها. كيف تسوغ نفسك لذلك؟ هكذا أهل الفسق والفجور والغفلات. لذلك إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات لعنوا في الدنيا والآخرة، مطرود من رحمة الله عز وجل. دخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وإذا الخبر بدأ ينتشر، الكذبة انتشرت، وهكذا دائما الإشاعة تنتشر أكثر من إيش؟ من الكلام الطيب، صح ولا؟ تلقى في دقائق يجيك المقطع ويمر على آلاف الناس، ترسل الرد ما يوصل الرد. فاليد التي ترسل الإشاعة ينبغي أن ترسل إيش؟ الرد. أنشر تؤجر بلاش، هذا أنشر تؤجر، خلي وقف عندك، وقف عندك هذا، واسأل أهل العلم إيش رأيكم في المقطع، صح ولا مو صح؟ قال لك صح ارسل، قال لك مو صح ارجع لصاحبه قول يا أخي اتق الله، هذا لا يجوز، وتلغيه وتنتهت المسألة، جزاك الله خير. فمن الذي وقع من الصحابة الكرام؟ حمنة بنت جحش، هذه أخت مين؟ أخت زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها، بنت عمة النبي عليه الصلاة والسلام أميمة، وأخت مين؟ زوجة النبي عليه الصلاة والسلام زينب بنت جحش. من وقع أيضا ثاني؟ مصطح بن أثاثة، هذا الذي كان من رهط أبي بكر، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. كان أبو بكر يجري عليه النفقة والخير، الآن هو يكافئه بذلك. ومين الثالث؟ الشاعر الكبير حسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك كان يقول الشعر لكي يكفر عما حدث منه خطأ في حق مين؟ في حق عائشة. بيقول الآن كم؟ أربعة. ولذلك الحد يقام في أمور الزنا عفوا الله بكم؟ بأربعة. اكتملت هنا أركان هذه القضية وأركان هذا الإفك، هذول الثلاثة أقيم عليهم الحد وطهرهم. وكانت عائشة تقول ما حد يتكلم أبدا في حسان، أليس هو القائل إن عرضي وعرض والدي لعرض رسول الله الفداء في همزيته؟ تقول ما حد يتكلم في حسان، خلاص انتهى الأمر، وأنا سامحته رضي الله عنه وأرضاه، الذي كان النبي يضع له المنبر ويقول أهده ومعك روح القدس كما في الصحيح. وأما مصطح عفى عنه أبو بكر، وأما زينب كذلك، وكل مقيم عليهم حد الفرية 80 جلدة اللي هي حد القذف. أما أبي بن سلول فلم يقم عليه، لأن المنافق لا يطهره الحد، تركه النبي عليه الصلاة والسلام. انتشر الخبر، النبي الآن أصبح في موقف صعب جدا عافانا الله وإياكم، وهو يقول يكلم كل واحد، حتى ذهب إلى بريرة، أرأيت على عيشة شيء؟ قالت والله ما شفت شيء يا رسول الله، إلا أنها كبنت صغيرة تنام، الداجن يجي يأكل إيش؟ عجينها، العنز يجي يأكل عجينها. ويكلم كل أحد، ثم قال اذهبي عند والديك، روح عند مين؟ عند أم رومان وعند أبي بكر. وعائشة ما هي عارفة ليش النبي تغير معهم، كان يدخل يقول كيفتيكم، والأول كان يقول يا عائش ويتودد معها، لأنه يقول كيفتيكم، دي كلمة للبعيد يعني كيف حالكم، تتعجب من هذا ليش النبي أصبح هكذا معها.
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولم تدري عن شيء. وإحدى الأيام هي عند أمها هناك طالعة تقضي حاجتها مع أم مصطح، فلما عثرت في رجلها عثرت في حجر، قالت: تعس مصطح. قالت لها: بئس ما قلت، أتذكرين رجلا حضر بدرا؟ مصطح هذا حضر إيش؟ بدر. كيف تتكلمين عن كده؟ قالت: أما علمت ما قال الحريم؟ طبعا ما شاء الله الفول ما تنبلل فمهم، يعني تبغى الخبر ينتشر أعطيه حرمة، تقول لك أنا ما قلت لك، ها؟ أنا في دقائق تلقى الدنيا كلها عرفت. أما علمت ما قال؟ قالت: وش قال؟ قالت: كيت وكيت وكيت وكيت. قالت: فرجعت وأنا مريضة. سبحان الله، تعرف الهم يا أخوان أصعب من إيش؟ من الأمراض الجسدية هذه، الله يعافينا. وذلك النبي كان يتعوذ من إيش؟ يتعوذ من الهم، نسأل الله السلامة والعافية. قال: فرجعت مريضة في حالة ما يعلمها إلا الله عز وجل، واشتد بي المرض واشتد بي البكاء. قالت: وكنت أبكي حتى أظن أن البكاء فالق كبدي. قال: فكنا يأتينا نساء من الأنصار يبكين معي فيسلين عني. يقول لك الموت مع الجماعة إيش؟ عرس، صحيح؟ يعني تلقى الناس معك يسلوك، الناس هذه تبكي معه وهذه تبكي معه، تقوم يسلي عن نفسه شوية. ولذلك تقول الخنساء: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. الإنسان لما يجي معك يواسيك يخفف عنك إيش؟ يخفف عنك المصاب. ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال وصعد المنبر، قال: ما بال أقوام يؤذونني في أهلي وما علمت عليهم إلا خيرا؟ قالوا: نعذرك منه يا رسول الله. قول هو مين عشان ننتهي منه. فيسترجع النبي وينزل عليه الصلاة والسلام ويقول لعائشة: يا عائشة، إن كنت تلبست بشيء، شوف وصل لفين، شوف وصل الأذى بالنبي لفين عليه الصلاة والسلام، والوحي كله متأخر، وما نتنزل إلا بأمر إيش؟ ربك، لحكمة يعلمها الله، حتى تعلم أن أشد الناس بلاء هم من؟ الأنبياء. كل ما ينزل بك أمر فيه مصاب تذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأبي أمي، يكن لك فيه التسلية ويكن لك فيه التسرية. ويقول: يا عائشة، إن كنت تلبست بأمر فتوبي، الله يقبل التوبة. قالت: ما أقول إلا كما يقول أبو يوسف. قالوا: من شدة البلاء نسيت اسمه. ما أقول إلا كما قال أبو يوسف: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم. نسيت من شدة البلاء أنه هو اسمه إيش؟ يعقوب. هي الفقيهة العالمة المفسرة رضي الله عنها وأرضاها. تأتي المصيبة أحيانا تشل القدمين. بعض الناس لما يجي خبر صعب إيش بيحصل له؟ يسموا الشلل الطارئ، ما يقدر يتحرك، جزاك الله خير. وبعض النساء لو جاها خبر مفزع ممكن يحصل لها إجهاض إن كانت إيش؟ إن كانت حاملا. وبعض الناس يجيله جلطة، وبعض الناس يموت. الله يعافينا وإياكم من الأخبار السوء. ولذلك ربنا قال إيش؟ واستعينوا بالصبر والصلاة. ابن عباس جاله خبر موت أحد أبنائه، فنزل من على الدابة وتوضى وصلى، قال: اللهم إنك أمرتنا فأتمرنا فأتينا ما وعدتنا. ثم تلا: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قال: ومرت الأيام والنبي جاه زيارة، وإذا به يغط حتى غطاه أبو بكر، معناها الوحي إيش؟ الوحي نزل. ثم لما سري عنه قال: أبشري يا عائشة، فقد نزلت براءتك من فوق سبع سماوات. قالت: والله ما أشكر ولا أحمد إلا الله، رضي الله عنها وأرضاها. قال: إني أعلم متى تكون علي غضب ومتى تكون علي راضي. إن قلت ورب إبراهيم أنت علي إيش؟ غضب. وإن قلت ورب محمد أنت علي راضي. قالت: والله ما أهجر إلا اسمك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا برئت رضي الله عنها وأرضاها، وأقيم الحد على من أقيم من الصحابة الكرام. ونزلت الآية لما قال أبو بكر: والله ما عد نعطي مصطح ما كنت أعطيه. ربنا قال له: ولا يأتلي، يعني ما لا يتوقف في الخير والبر ولا ينقطع. أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون. قال: بل أحب أن يغفر الله، أحب أن يغفر الله لي. وإن قوما ما زالوا على أذاهم لعائشة فأبى الله إلا أن يدموا أنفسهم في كل سنة حد الفرية، بل منهم من أتى وذبح ابنه، وأبى الله عز وجل إلا أن ينتقم لعرض المبرأة الحصان الرزان زوجة النبي العدنان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أقوام ما زالوا يرمونها بإيش؟ يرمون بالفاحشة. والله عز وجل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا.
ختاما أيها الكرام المباركون، اعلموا أن من يشيع الفاحشة بمقطع أو بتحرش أو بلايف على فيسبوك أو إلى غير ذلك أو بتلك البرامج الإباحية أنه مهدد من الله عز وجل. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لعنوا في الدنيا والآخرة. لماذا تطرد نفسك بنفسك من رحمة الله عز وجل؟ الله عز وجل جعل هذه الأجهزة لنستعملها في مرضات الله. لو كل يوم أخي الحبيب ترسل حديث، عندك كتاب الأربعين النووية، عندك كتاب رياض الصالحين، عندك فتاوى لجنة دائمة، كل يوم صور ورسل للناس. وتذكر ما قاله النبي لعلي صلى الله عليه وسلم في فتح خيبر عند البخاري: ولئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هيأوك لأمر لو فطنت لا فاربع بنفسك أن ترعى مع الهمل والنخل إن شاء الله، والتمر اتكلم عنه في مجلس قادم. هذا ما تيسر إراده وتهيا إعداده، أعان الله على ذكره وصلى اللهم عليه وعلى آله وصحبه وسلم. آخر دعوانا الحمد لله.